هذا ابو البايسكل قلت لك علي علاوي. شوف يلا يا بايسكل يعجبك اختار. ليش ما تاخذ هاي الاحمر؟ شوف شلون حلو وبعلم العراق همين. بابا مو هذا كلش صغير. يلا شو العاد هذا؟ شوف والله صعد خلينا نشوف عليك. على كيف؟ لا حتى صعد فطومه هنا ها بس مو توقعها ها. يلا شو؟ اي دوس. يلا انزل انزل. عرفت يا بس انا ما راح اخذ اكياس ها. لما تنجح شنو؟ خذ القصيده اللي قلت لي بيها وانجح او تنجح وانا من اروح التحق وارجع ان شاء الله اجيب لك اياه. يا علي قوم علي ايش بيك؟ قوم حباب قوم علي علي قوم علي. عباس أتت الزرع جيدك حبيبي يا عباس يا قوي عبك ما بطل محيبي وع الأمل دفع همل ما احتمل فارقاك مر الصبر كاف انتظر خليني منيت وياك يا عباس. بابا بابا ماما تقول بوش القرآن قبل ما تروح. عشت ايدك حبيبي. هاي القرآن القرآن يحفظك ان شاء الله وليدك. شكرا. ماما تقول لا تروح لانه اريد نسوي لك كليتشة. بعدني انا ما رايح بعد نص ساعة هاي. حبيبي علوش الوريد البطل ابن السبع انت. انت هنا تبقى مكاني ما اشوف دير بالك على اهلك ما اوصيك. حاضر سيدي. عافية عافية. بابا بابا تقبل اخذ موبايلك انطق سيلفي؟ اي هسه انطق سيلفي انا وياك. هاي احلى سيلفي انا وعلوش. اضحك اضحك. لازم تحافظ على امك وعلى اختك الصغيره. ما شنو علاوي؟ اتفقنا العاد احنا؟ كان ايش وصيتك؟ يا ابني مو قلت لك انت رجال بيت هسه وكبرت ودير بالك على والدتك واختك الصغيره. حاضر سيدي. اي عافيه السبع عافيه وليده حبيب. حجينا جاهزين بقى بس حميد نمر عليه ناخذه ونطلع. توكل بالله. يا خويا أبوك ما بطلنا حبيبي ضع الأمل دمعي همل واعتمل فرقاك من الصبر إن شاء الله ما نخلي ولا واحد من عندكم. حبيبي حميد أنت اليوم نزولك ليش ما نزلت؟ شلون أعوفكم كرار؟ شلون أعوفكم مرة؟ لا ما أقدر شلون؟ أنت إخواني شلون؟ غير هنا أنا لازم إحنا واحد مع الأسف عليك كرار. خالف أكيد أهلك مشتاقين لك هسه تروح للبيت تشوفهم يشوفوك. والله ذكرتني بعلاوي. علاوي صار قلبه علاوي. ايش بيه علاوي؟ عرفت شو صار؟ خلي اضغط الصور اللي اخذناها انا وياه وقال لي دز لي اياها ونسيت ما دزيت لي. شو شو؟ اريدك تدز لي اياها وعجل لي اياها ومنتظرها من عندي. شوف بابا الله يخليك اياه. تدري انا مشتاق له؟ بوس لي اياها حميد ان شاء الله تنزل باكر وتبوس لي اياها. الله يخليك علاوي انا تدري انا مشتاق له.
قرار حيل مشتاق لعلها كلش ان شاء الله باكر تنزل وتبوس لي اياها. ايدك دز لها اسوء العافيه، خاف يصير شيء ماكو اصك بعلاوي. مين هذا علاوي؟ الو هلا بابا علاوي. سلام بابا، شلونك؟ حبيبي انا زين، انت شلونك؟ امك شلونها؟ بابا بابا انا جبت النتيجه كلها عشرات. اي بابا بابا اخاف اشتروا البايسكل ماتي. قلبي يوقف لو اشتروا البايسكل ماتي. ها بابا اشتروا بايسكل واحد، لو اشتروا الثاني قلبي يوقف. حفظتي قصيده لو ريدت اقارك اياها. لا حبيبي لا، البايسكل ما يروح. البايسكل اذا اشتروا احنا نجيب غيره، هواي بايسكلات نفسها. لا تخاف اجيب لك ارقى بايسكل بس ارجع. انا ان شاء الله يومين وما اطول، يومين وارجع لكم ان شاء الله. بعد يومين؟ صدق بابا؟ بابا احبك كلش. شوف بالك على فطوم اختك ها؟ اوكي اوكي. لا تخاف بابا، فطومة وامي تسلم عليك. فطوم فطوم قولي بابا. بابا بابا قولي بابا. بابا مايو. بابا بابا انا هواي مشتاق لك. حبيبي انا هم انا مشتاق لك هواي هواي. شلون لعب بس انت غير تعرف ان انا لازم ابقى ويا الوليد ولازم ندافع عن وطننا. يا حبيبي يا بابا انت لازم تقدر هذا الشيء. هذا علاوي ذي يحكي وياك، يسلم لي علي. هذا عمو كرهم يسلم عليك ويقول ان شاء الله يومين وادز لكم اياه. انت مسلم لي عليه بابا. بابا شو تجي منتظرك انا هواي. حبيبي إيه انا ما اوصيك، دير بالك على اختك فطومه وعلى مامي ها، مو تشلع قلبهم، خليك رجال مكاني. صار سيدي. ها اعتمد عليك انا علاوي، وانا بس ارجع ان شاء الله. لا بس ارجع ان شاء الله اجيب لك البايسكل واللي يبالك، احمر اخضر اصفر كيفك انت تختار. بابا احبك كلش. يلا حبيبي سلمنا على على اهلك. يلا سلمنا على ماما وفطومه. يلا باي باي. باي بابا احبك كلش. بعد يومين يجيبوا اشتروا لي البايسكل. يومين بعد يومين اشتري البايسكل يجيبه بابا. بابا ايش كيفتي؟ بعد يومين
حبيب علاوي القصيدة اللي وعدتني بيها قلت لي حافظها سقراط يلا يا عباس لا تعتذر عن جيتك حبيبي يا عباس يا اخويا عقبك ما بطلنا حبيبي يضع الامل دوحي همل ما احتمل فارقك مو الصبر كافي انتظر خليني نموت وياك يا عباس لا تعتذر عن جيتك حبيبي يا عباس يا اخويا عقبك ما بطلنا حبيبي يضع الامل بابا ما تزبط بوصيتك ابدا سامحني بابا.